السلام عليكم. لماذا استعجل محمود عباس إصدار مرسوم انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في 24 من يناير كانون الثاني المقبل؟ لماذا اعتبرت فصائل المقاومة دعوة غير دستورية واستجابة للإملاءات الأمريكية والصهيونية؟ هل تعتبر خطوته ضربة للجهود المصرية وتكريسا لواقع الانقسام بعد تعذر المصالحة؟ ماذا يعني تجديد محمود عباس الاستمرار في الاستحقاق الدستوري والمصالحة والعملية السياسية والمفاوضات؟ هل صدور مرسوم الانتخابات يحل المشكلة بين الفلسطينيين أم هي أكبر من هذا الاستحقاق؟ مرسوم محمود عباس وواقع الساحة الفلسطينية موضوع مع الحدث، حيث نستضيف في هذه الحلقة وفي الجزء الأول من الحلقة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر على أن ينضم إلينا في الجزء الثاني من الحلقة، عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي. قبل أن نبدأ في الحوار أتوقف سريعا عند مرسوم محمود عباس للانتخابات الرئاسية والتشريعية. بدءا من مضمون المرسوم، ندعو الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة في 24 من يناير كانون الثاني المقبل، على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المرسوم. محمود عباس، هناك قانون أشبعناه درسا في كل المؤسسات ونحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري، ولا يظن أحد أننا نناور في موضوع المرسوم وتطبيقه ونتائجه. نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إصرار محمود عباس على الانتخابات دون التوافق الفلسطيني يشكل إعلانا انفصاليا، إصراره على الانتخابات وفقا لقانون صاغه بنفسه ينطوي على انتهاكات دستورية خطيرة. حماس، خطوة محمود عباس غير شرعية غير دستورية، إعلانه يمثل ضربة للجهود المصرية وتكريسا للانقسام. الجهاد الإسلامي، الخطوة متسرعة وتأتي استجابة للإملاءات الأمريكية والصهيونية وتزيد في مساحة التدخل في الشأن الفلسطيني. الجبهة الشعبية، كيف يمكن إجراء الانتخابات بدون التوافق وهل صدور المرسوم يحل المشكلة؟ نحن بحاجة لاستراتيجية فلسطينية جديدة. جبريل الرجوب، تراجع حماس عن توقيع المصالحة وضع فتح أمام تحدي دستوري وسياسي أدى إلى توقيع مرسوم الانتخابات. أتحول الآن مباشرة إلى غزة وإلى الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. نرحب بك دكتور بحر، السلام عليكم أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأبدأ مباشرة بما أعلنتم اليوم، طبعا تابعناكم في المؤتمر الصحفي المتعلق بمرسوم محمود عباس الداعي للانتخابات رئاسية وتشريعية في 24 من يناير كانون الثاني المقبل. برأيكم قبل الدخول في يعني ما سجلتموه من ملاحظات، لماذا استعجل محمود عباس إصدار المرسوم بعيدا عن أجواء التوافق؟ هل كان يعرف أن هذا الأمر قد يمر دون أن يشكل إحراجا لجميع الفصائل الفلسطينية؟ تفضل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأمر واضح بأن المرسوم الذي أصدره اليوم السيد محمود عباس حقيقة بأنه غير دستوري وغير قانوني. نعم. لأنه سيد محمود عباس بعد انتهاء ولايته في يناير 2009 أصبح ليس رئيسا، وبالتالي كل ما يصدر عنه ليس قانوني وليس دستوري، وهذا ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 36 والتي تنص بوضوح مدة ولاية الرئيس 4 سنوات. نعم. وبالتالي كل ما يتحدث به باطل وما بني على باطل فهو باطل. طيب دكتور بحر، يعني قبل أن نتابع أيضا ما سجلتموه من ملاحظات، هل فاجأكم تحديد الموعد؟ يعني الكل كان ينتظر أن يعلن شيئا ما، خصوصا بعد زيارته الأخيرة للقاهرة، من هناك أعلن إذا لم توقع حماس الوثيقة وثيقة المصالحة نحن ذاهبون إلى تحديد انتخابات في التاريخ الذي حدده. هل فاجأكم هذا الأمر أم كنتم تتوقعونه؟
ليس مفاجئا حقيقة، لأنه هو هدد في هذا الموضوع. وبعدين هذا لا يبتعد عن السياق الأمريكي والإسرائيلي. ميتشل قال قبل حوالي أكثر من أسبوع بأنه يرفض المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. نعم. وسيد محمود عباس بعد الانتهاء من مكالمة أوباما له، وربما هو يتصور أنه طمنه على وجود دولة فلسطينية، بعد المكالمة أصدر هذا المرسوم. فالقضية واضحة أنه ليس مفاجئا، وأنه يريد أن يكرس الانقسام لدى الشعب الفلسطيني. نعم. ويريد أن يجعل شروط الرباعية بما يسمى ديمقراطية الرباعية في أن تكون على قلب وعلى رأس الشعب الفلسطيني. ولذلك ليس مفاجئا. نعم. وأما ما قام به فهو يزيد الانقسام، ولا ويدل دلالة واضحة أنه لا يريد مصالحة للشعب الفلسطيني. لكن يعني فيما سجلتموه اليوم، يعني أنتم قلتم أن مثل هذه الخطوة إنما هي خطوة انفصالية، ألم يكن في يعني هذا الكلام بعض التسرع؟ ربما يعني كان يمكن أن يتم استيعاب ما أعلنه محمود عباس. لماذا ذهبتم بهذا الاتجاه تتحدثون عن خطوة انفصالية، يعني فصل الضفة هي عن القطاع؟ هي إعلان انفصالي صحيح، واضح جدا. نعم. يعني أنت تريد أن تقيم انتخابات وتصدر مرسوم لا قيمة له من الناحية الدستورية والقانونية من أجل ترسيخ الانقسام. هل يمكن أن يكون انتخابات بدون توافق وطني؟ هل يمكن أن يكون انتخابات في ظل هذا الانقسام؟ كيف ستكون الانتخابات؟ وهل الشعب الفلسطيني سيقبل هذه الانتخابات سواء في الضفة أو في قطاع غزة؟ نعم. من الذي يقبل؟ كيف يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع؟ أنا لا أدري يعني. طيب، هل فعلا دكتور بحر، هل فعلا موقف حماس من توقيع وثيقة المصالحة هو الذي دفع مرسوم الانتخابات إلى الواجهة؟ طبعا كما يقول مؤيدو السيد محمود عباس، هل فعلا يعني هي التي ضغطت في هذا الاتجاه؟ هذه الحجة لديهم؟ يا سيدي، ليست هذه الحجة. ومن حق حماس أو من حق أي فصيل فلسطيني يريد أن يوقع على وثيقة تهم القضية الفلسطينية وتهم الوفاق الفلسطيني والثوابت الفلسطينية وحماية مشروع المقاومة، من حق أي فصيل وعلى وجه الخصوص حماس. نعم. التي قدمت الشهداء والجرحى والمعاقين في سبيل فلسطين والقدس وحق العودة للاجئين. أليس من حقها أن تقول عما لا يرضى عنه الشعب الفلسطيني أنا أتوقف، تعالوا لكي نتناقش في هذا الموضوع؟ يعني هم إما أن أوقع وإما أن أنطرد. يعني هذا أسلوب حقيقة غير صحيح وغير فصائلي وغير وحدوي. نعم. وهذا لا يمت لأعراف الشعب الفلسطيني. نحن ذاهبون إلى مصالحة وإلى توافق حقيقي، ونحن نريد هذا التوافق ونريد هذه المصالحة، لكن في إطار ماذا؟ في إطار الشروط الرباعية؟ في إطار الحصار؟ في إطار الإغلاق؟ في إطار محاربة وإصدار سلاح ومصادرة سلاح المقاومة؟ نحن نريد أن نتوافق على الثوابت الفلسطينية، على حماية المقاومة، على وحدة الشعب الفلسطيني. نريد أن تقوم انتخابات في ظروف ومناخات سليمة ومريحة، حتى يذهب الناخب الفلسطيني بكل حرية ونزاهة. طيب، بالعودة إلى مسألة الشرعية والدستورية، طبعا يعني أنتم قلتم أن الرجل فاقد لدستوريته، انتهت ولايته، وبالتالي تشككون بشرعية ودستورية إصدار المرسوم الذي أصدره. رد على كل حال السيد محمود عباس في مؤتمر الصحفة، طبعا تابعتموه اليوم، رد على منتقديه بالقول أن أيضا في القطاع هناك حالة انقلابية هي غير شرعية وغير دستورية. كذا نقول، ما ردكم على هذا الكلام؟ يا سيدي، جيد هذا السؤال. يعني هو قال يعني هم يرفضون شرعية الرئاسة، يعني يرفضون رئاسته دون الالتفات للوضع القانوني لحكومة